السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو هذا واحد السيد صديق ديالي عنده واحد السلعه ديال الجين. هذا فيديو خاص بالناس اللي باغين ياخذوا جين. العدد اللي فيه، بعدا باش نقول لكم العدد اللي فيه، تقريبا ما بين 70 تقريبا حتى 80 بياسه. هذا الصديق هذا خلى لي الفيديو، وراكم يعني وراكم في الاول الجينات اللي عنده، وراكم كل موديل محطوط في الارض. تبعوا هاد لا فيديو هذا، سلعه زوينه صراحه، سلعه نقيه وماركات اللي فيها لي اوريجينال، وفيها سلعه الاكسبور، وفيها سلعه ديال اللوكال اللي هي راس السوق. المهم الاخوان، خليت لكم هاد الفيديو هذا وخليت لكم النمره ديالو كما كتشوفوا على الشاشه، سميتو معاد. اللي عجبته هاد السلعه هادي يتواصل معاه في النمره ديالو، وديك الساعه راه يبقى لكم الثمن يعني بينك وبينه. الله يسخر الجميع. سلعه عجبتني، سلعه زوينه صراحه، اللي طاي تقريبا كل الموديلات اللي مسيرين وكل الموديلات اللي ما مسيرينش، والثمن راه كيبان لي ثمن اللي جد مناسب. اللي عجباتو يتواصل معاه في التليفون، راه يكون الخير. وهاد السيد هذا راه كنعرفونا شخصيا، الله يعمره دار، انسان طيب. بالنسبه للثمن راه يبقى الثمن اللي غيقول لكم هو، يعني الثمن اللي غيقول لك هو كيف ما كيقول لي راه الثمن الاخر، ولكن انت وشطارتك انت وياه راه تا هو ما غتلقاش مع المشكل. راه كنعرفو، وانا قلت لكم كما قلت لكم كنعرفو شخصيا، والله يعمرها دار. هذا هو اللي كاين الاخوان، تفرجوا في هذا الفيديو حتى الاخر، واللي ما كيهموش الامر، يعني اللي يمكن مش الامر وما ماشي بيع وشراء ولا ما عندوش علاقه بالجين وداك الشيء، كيعرف شي واحد صديق ديالو يبارطاجي معاه الفيديو، راه ربما غيلقى داك الشيء اللي غيبغى في هذه السلعه هذه. وهذا هو اللي كاين الاخوان. المهم نخليكم مع هذا الفيديو حتى الاخر، ما تنساوناش من البارطاج، ما تنساوناش من لي لايك، ومرحبا بالجميع. نتلاقاو في الاخر ديال هذا لا فيديو، ديروا الختام اللي غيكون زوين في هذا الفيديو هذا ان شاء الله، ومرحبا بالجميع. Thank you.
كيف ما تفرجنا في هذا الفيديو كاملين شفنا السلعه شفنا الجينات كي دايرين اخ معاد حطهم لينا في الارض وراكم الموديلات كاملين باش ما يكونش واحد انا هضرت معاك باش تكون واحد الشفافيه وواحد الوضوح في اي فيديو كنديروا لكم الاخوان هذا هو اللي كاين باش الميساج يوصل واضح وبين. المهم الاخوان اشنو بقى لينا انتظروني ان شاء الله المهم في السلعه اللي غنلوح لكم ان شاء الله غدا ولا بعد غدا تكون واحد السلعه جديده انتظرونا في نفس الموعد. اليوم جا هذا الفيديو هذا مزروب ما بغيناش نخليوه علاش بات لي فيه سلعه زوينه وبغيناكم توكلوا على الله انتوما وهذا هو اللي كاين. وصلنا لنهايه هذا الفيديو الاخوان كان معكم عبد الواحد من قناه جاري برو اخر الكلام واجمل ختام والصلاه على الحبيب عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم.